والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمر من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس من المسلمين الطيبين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب في الأضحية وحث عليها بقوله وفعله وإقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأظهر عند أهل العلم أنها واجبة على القادر عليها، أن الأضحية واجبة، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأضحية والإضحية وكذلك الضحية والأضحاة ففيها أربع لغات. الأضحية واجبة على القادر، والجمهور على أنها سنة مؤكدة لمن كان قادرا، والصواب أنها واجبة على القادر عليه. فرغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها وأتى بها فعلا وحث عليها قولا وأقرها إقرارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة، وثبتت مشروعيتها بالسنة بجميع صورها قولا وفعلا وإقرارا وبإجماع الأمة. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر يغفل عنه الناس يتعلق بهذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام العظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله الظاهرة ومن سنن الله رب العالمين التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة شرعية في دين الله جل وعلا تتبع وهي واجبة، هذه الأضحية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه إذا أهل هلال الحجة وكان لأحدكم ذبح فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء حتى يضحي. والأظهر أن هذا النهي للتحريم، وأن الإنسان إذا كان مضحيا فعليه أن يجتنب الأخذ إذا أهل هلال الحجة ودخل الشهر، أن لا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا ما دام مضحيا حتى يضحي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا الأمر، وأظهر الأقوال عند أهل العلم أن النهي للتحريم. واختلفوا هل يلزم ذلك من كان مضحيا ومن كان مضحا عنه، أم أن ذلك يلزم المضحي وحده، قولان. وعند كثير من أهل العلم أن من كان مضحيا وأن من يضحى عنه عليهم جميعا أن يمسكوا عن الأخذ من الأشعار والأبشار والأظفار حتى يضحي المضحي. والأضحية إنما تبدأ من بعد صلاة العيد في الأمصار عند صلاة العيد، أو بمرور زمن يوازي ذلك في الأماكن التي لا يصلى فيها العيد كأهل البوادي وغيرهم. فلا بد من مراعاة الوقت، لأن الذي يذبح قبل الوقت إنما قدم لأهله لحما كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف أمر من كان قد ذبح قبل الصلاة أن يعيد غيرها مكانها، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزمن الذي تقع فيه هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله رب العالمين، وأن ذلك يبدأ بعد صلاة العيد والخطبة
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ما فرغ قدم أضحيته صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بها مذبوحة هنالك عند المصلى ويبدأ الناس في الذبح بعده. فالعلماء على أن الأفضل أن ينتظر إلى ما بعد الخطبة، إلى بعد ذبح الإمام إن كان ذبحا مضحيا عند المصلى، ثم يضحي الناس بعده، ويمتد أوان الذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع. فإن اليوم الأول هو الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وقبل ذلك اليوم العاشر وهو يوم العيد. فزمان النحر أربعة أيام، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد في عرف المعاصرين، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. كانت تذبح ضحى، وهذا هو الأفضل، وأن يقع الذبح في يوم النحر ضحى، ومنه اشتق اسمها فهي الأضحية، وهي الأضحاة والضحية والإضحية، وكل ذلك إنما اشتق من وقت الضحى. وأدنى الملابسات كان العرب يأخذون منها تسمية، كما سموا الدفع إلى المزدلفة، وما يكون هنالك من الجمع سموها جمعا، لأن الحديد عندما يفيضون من عرفات إلى المشعر الحرام يجتمعون هنالك في المزدلفة فسميت جمعا، وهي المزدلفة والمشعر الحرام. فإذا هذه تذبح ضحى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن من كان مضحيا وأهل هلال الحجة ودخل الشهر أن يمسك عن أظفاره وشعره حتى يضحي، فإذا وقعت أضحيته فإنه حينئذ يأخذ ما شاء من أظفاره ويأخذ ما شاء من شعره على حسب ما سنه له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.